السلام عليكم ورحمة الله، وحياكم الله بفيديو جديد وبمراجعة جديدة ومرتقبة من كل اللاعبين اللي قاعد يشوفون بهذا الفيديو. المراجعة هذه راح تكون للتوسعة المرتقبة من زمان لوحدة من أفضل الألعاب اللي نزلت مؤخرا، اللي هي Elden Ring، حق توسعتها Shadow of the Earth Tree، أو باللغة العربية ظل شجرة القرد. طبعا قبل ما نبلش بالمراجعة خلنا نعطيكم مقدمة وأبرز المعلومات اللي عندنا عن اللعبة. طبعا توسعة Shadow of the Earth Tree هي التوسعة الأكبر والمرتقبة للعبة Elden Ring، اللي تم الإعلان عنها في فبراير من السنة اللي طافت 2023، وتعتبر هذه التوسعة جدا ضخمة، بل هي الأضخم في تاريخ الاستوديو، وحجمها مقارب لحجم خريطة اللعبة الأساسية اللي هي Limgrave، نفس ما صرح مخرج اللعبة الشهير هيديتاكا ميازاكي بأحد المقابلات. والتوسعة طبعا راح تحتوي على شخصيات جديدة، بالإضافة إلى مهارات وأسلحة جديدة والمزيد من السراديب، أو اللي احنا نعرفهم بالدنجنز، ومناطق فيها الكثير من التحديات، بالإضافة إلى زعماء وأعداء راح يخلونك تعيدون المحاولة أكثر من مرة من كثر ما هم صعبين. طبعا نوع اللعبة عندنا هو نظام الأكشن RPG، وأكيد السوز لايك بنظام العالم المفتوح، هي من تطوير استوديو فروم سوفتوير ومن نشر بانداي نامكو، راح تنزل رسميا بتاريخ 21 يونيو من العام الحالي على أجهزة الأكس بوكس والبلاي ستيشن الجيل الحالي والجيل اللي طاف، وأيضا أجهزة الحاسب الشخصي. وتم تجربة التوسعة على جهاز البلاي ستيشن 5، وتم توفير كود اللعبة من الناشر. وإي نعم، اللعبة راح تدعم اللغة العربية نصوص وقوائم، وهذا شيء وايد كبير وشيء وايد مرتقب، وتحديدا في لعبة Elden Ring. واللغة العربية راح تتوفر وقت صدور هذه التوسعة بشكل كامل، وليس فقط للتوسعة لكن للعبة كاملة مع التوسعة، اللي هو بتاريخ 21 يونيو راح ينزل لكم تحديث في إضافة اللغة العربية. والحين خلينا نبلش معاكم على طول بقصة التوسعة. تقع بلاد الظل بعالم منفصل عن عالم الأراضي الوسطى اللي احنا نعرفها بلعبة Elden Ring. أول من تواجد في بلاد الظل هو ماريكا، البلاد اللي وقعت فيها معركة وقصة مجهولة ما تم ذكرها من قبل. بلاد الظل اللي التهمتها نيران مسمير، الشخصية اللي عندها وشاح أحمر اللي تم نفيه في بلاد الظل لأسباب مجهولة لحد الآن. وهذه بلاد الظل هي ذاتها المنطقة اللي غادر منها ميكولا علشان يتجرد من كل شيء له علاقة بنسلة. طبعا القصة وايد عميقة مثل ما انتم قاعد تسمعون، وراح يخوض اللاعبين مغامرة جدا كبيرة في بلاد الظل المحجوبة المليئة بالأسرار والغموض. وكذي بنفس الوقت راح يلتقي اللاعب بشخصيات جديدة مرتبطة بشخصية ميكولا، هي الشخصية الجديدة اللي اسمها مسمير. شلون انت تقدر توصل حق Shadow of the Earth Tree، او توصل لمكان بداية هذه التوسعة؟ طبعا الطريق بالبداية راح يكون وايد صعب ومو مباشر نهائيا علشان تبتدي هذه المغامرة في بلاد الظل، لذلك لازم تسوي امور معينة علشان انت تقدر تخوض هذه التجربة والتوسعة الجديدة. وهذه الأشياء هي: لازم تفوز على الزعيم اللي هو اسمه رادان المعروف بقلعة ريدمين بمنطقة كيليد، وثاني شيء لازم تفوزوا أكيد على موغ، هو واحد من البوسات الأساسيين بضريح سلالة موغوين اللي هي منطقة نهر سيوفرا. بعد ما تفوز على موغ في منطقة ضريح سلالة موغوين اللي هو موقع نعمة شرنقة الروح السماوية، راح تقابل شخصية جديدة عند موقع النعمة، كلم هذه الشخصية وراح تدلك على المنطقة الجديدة. ويفضل، وهذه نصيحة منا احنا حق ناس لعبنا هذه التوسعة، ان الليفل مالك او المستوى يكون ما بين ال 120 الى 150 قبل ما تدخل الى بلاد الظل، واذا كان ليفلك اكثر من 150 فهذا شيء وايد افضل وافضل. والحين خلنا نتكلم على اسلوب اللعب والاضافات الجديدة. طبعا اسلوب اللعب ما اختلف بشكل جذري عن اللعبة الاساسية اللي هي Elden Ring، بل تم اضافة بعض الميكانيكيات الجديدة من مهارات واسحار وتعويذات، وبعض من الاشياء اللي راح اتكلم عنها بشكل مفصل. اول شيء هو العالم او الخريطة مال التوسعة. العالم نعم جدا ضخم، وراح يجبرك انك انت تقضي ساعات طويلة تستكشف الخريطة والمناطق المختلفة.
تضاريس وتكوين العالم متنوعة بشكل كبير، من قلاع وأراضي مفتوحة لسهول وديان مليئة كلها بالمخاطر والأسرار، بالإضافة إلى السراديب اللي هي الدنجنز ومناطق خاصة علشان تواجه فيها زعماء اللي تقدر أنت ترفع فيهم المستوى مالك اللي هو الليفل، وتحصل على أسلحة ودروع ومهارات أفضل. أما بالنسبة حق الأسلحة في التوسعة، الأسلحة والدروع والمهارات هي اللعبة الأساسية، تحتوي على تنوع جدا كبير من ناحية المهارات والأسلحة اللي يضيف تنوع كبير في طريقة اللعب. أما في التوسعة نفسها هناك عدد لا بأس فيه من الأسلحة والمهارات اللي راح تقدر تحصل عليها من مختلف مناطق بلاد الظل ومن بعض الزعماء. تجربتي لبعض الأسلحة والمهارات اللي هي رماد الحرب والأسحار أضافت نوع من التغيير والتنوع في طريقة اللعب المعتاد عليها باللعبة الأساسية. والحين خلينا نتكلم على الأعداء والزعماء. طبعا ببداية اللعبة ببلاد الظل راح تلاحظ أن هناك عدو ضخم يتجول بالأرض المفتوحة، الأمر اللي يصيبك بالفضول اللي يخليك أنت تتقرب علشان تواجهه، وأيضا راح تحس بالرهبة من ضخامة هذا العدو اللي بلا شك راح يسحقك بشكل جدا سهل إذا أنت ما كنت طبعا حذر. أثناء التجول ببلاد الظل راح تلاحظ أن هناك تغير في شكل بعض الأعداء فقط، ولكن أكيد راح تشوف في حركات ومهارات جديدة حق هذه الأعداء اللي تغير شكلها بشكل بسيط. لكن اللعبة ما زالت تقدم أعداء لا يستهان فيهم أبدا، اللي يخلي اللاعب يتقدم بحذر شديد عند مواجهة أي نوع من الأعداء. أما بالنسبة للزعماء راح تشوف أن بعضهم عبارة عن نسخة مختلفة من نفس زعماء اللعبة الأساسية، ولكنك أيضا راح تشوف زعماء بتصاميم ومهارات جديدة. ولازم احنا نذكر ان التوسعة ما تخلو من التحديات الصعبة عند مواجهة الزعماء الجدد، وهناك اكثر من 10 زعيم في بلاد الظل الاساسيين. والحين خلنا نتكلم على التطويرات وتعزيز الشخصية. طبعا هناك اضافات جديدة علشان تقوي شخصية اللاعب، بالاضافة الى تقوية المهارات الاساسية كالمعتاد في مواقع النعمة. بهذه الاضافة راح تظهر لك قائمة جديدة تحت مسمى مباركة بلاد الظل، وتحت هذه القائمة راح تشوف اختيارين، مباركة شجرة سكادو ومباركة رماد الأرواح الجليل. لما تعزز مباركة شجرة سكادو راح تزيد من قدرات تعزيز مباركة رماد الأرواح الجليل، اللي هي بحد ذاتها راح تعزز لك من قدرات الأرواح المستدعاة من قبل الشخصية. والجدير بالذكر طبعا بأن هذه الإضافات اللي هي مباركة شجرة سكادو والثانية ما لها أي تأثير على الشخصية خارج بلاد الظل، يعني هذه ما راح تقدر تستخدمها في عالم اللعبة الأساسي قبل ما تدخل إلى التوسعة. ننتقل الآن إلى نقطة التصوير. طبعا هناك إبداع في إظهار العالم بشكل جميل من غير التركيز على التفاصيل الدقيقة من تصميم الشخصيات وبعض المعالم الطبيعية. يفضل اللعب بطور الأداء لتجربة أفضل. والسلبية من ناحية التصوير أو الأداء هو تأخر ظهور بعض عناصر اللعبة عند التحميل، اللي احنا نسميه الرندر، نفس الأعشاب وبعض التضاريس البعيدة، وهبوط بالإطارات في بعض الأحيان، مع العلم بأنه يمكن التخلص من هذه المشاكل التقنية أو الحد منها إذا صدر لها تحديث، خاصة في اليوم الأول، متوقع أنه يصدر لها تحديث باليوم الأول. أما بالنسبة حق الأصوات والموسيقى، جودة الصوت والموسيقى ما تختلف كثيرا عن اللعبة الأساسية، والموسيقى نفسها هي تبقى ملحمية عند مواجهة الزعماء وتضيف الحماس والحس بالانتصار لما تفوز عليهم. وأيضا الموسيقى الهادئة ملائمة تماما لما أنت تتجول في عالم الظل، والأداء الصوتي كان مميز أيضا. إيجابيات توسعة Shadow of the Erdtree، طبعا عالم ضخم وممتع بصريا، ومناطق جديدة مليئة بالأسرار والتحديات المختلفة، وإضافة دروع وأسلحة ومهارات جديدة راح تمكن اللاعب أنه يستخدم خيارات جديدة ومتنوعة في القتال، وأكثر من 10 زعماء جدد بمختلف مستويات الصعوبة. وأيضا عندنا إضافة التطوير أو التقوية للشخصية كانت مفيدة للغاية، وتساعد اللاعب أنه يواجه التحديات الصعبة. أكيد من الإيجابيات اللي عندنا الموسيقى لا زالت ملحمية. ومن الشغلات السلبية اللي أنا لاحظتها بعض المشاكل في تأخر ظهور العناصر في اللعبة، اللي هو الرندر وهبوط بسيط بالإطارات في طور الأداء. تقييمنا النهائي لتوسعة لعبة Elden Ring اللي هي Shadow of the Erdtree 9/10. خلاصة التقييم،
تجربة إضافة Shadow of the Earth Tree تجربة مميزة وتليق بلعبة أسطورية مثل Elden Ring، وراح يحوشك شعور الذهول بالاستكشاف والتجول في خريطة العالم وقتالات الزعماء الملحمية اللي تعودنا عليها من الاستديو، بالإضافة إلى أسلحة ومهارات إضافية تعطي اختيارات جديدة ومتنوعة لمواجهة التحديات المختلفة. المشاكل البسيطة في الأداء ما خربت علي التجربة نهائياً، وفعلاً إضافة Shadow of the Earth Tree تستحق الانتظار وأكيد تستحق التجربة. هذه كانت مراجعتنا المرتقبة لتوسعة لعبة Elden Ring Shadow of the Earth Tree. كتبوا لنا رأيكم تحت بالكومنتات، شكثر أنتوا ناطرين هذه التوسعة وعلى أي جهاز راح تجربون هذه التوسعة. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وشير حق الفيديو. يعطيكم العافية وفمالله.